طيب نطلع على الفيسكوسيتي. معنى الفيسكوسيتي اللي راح نبدا فيها هي الابسولوت فيسكوسيتي. مرات نسميها دايناميك فيسكوسيتي. وفكرة الفيسكوسيتي هي بالشكل التالي، احنا قلنا الفيسكوسيتي هي مقاومة الفلويد هذا للفلو. فلو احنا الان جبنا سطح ثابت هون بليت، وهاي البليت راح تضلها ثابتة ستيشن، فهاي راح اسميها ستيشنري بليت، ما راح تتحرك. وحطينا فوقها في عندي فيلم هذا فيلم اويل من الماده اللي احنا مهتمين فيها اللي بنفحص الفيسكوسيتي تبعتها. وهذا هون له ثيكنس، والثيكنس هون احنا مسميها انا مسميها دي هون، مرات بسموها واي، ففيها لها ثيكنس. وبعدين جبنا بليت ثانيه متحركه حطينا فورس على هاي الموفينج بليت من هذا الاتجاه. فعندي هون هلا في فورس حنسميها اف، وهاي البليت هون في لها اريا. الاريا مش مبينه من صعب اني ارسمها، بس راح يكون في هون عندي بهاي المنطقه اريا، عمالها بتشتغل على اريا معينه، فورس عم تشتغل على اريا معينه. شو هو الستيشنري بليت؟ ستيشنري بليت بليت غير متحركه، ثابته ثبتها بلوحه معدنيه او بليت ثبتها، هاي ثابته، والثانيه متحركه. يعني تخيل كانه لو جبنا احنا ستيشنري بليت حطينا عليها طبقه من الزيت، فرضنا طبقه من الزيت وتحكمنا بالثيكنس تبع طبقه الزيت، وبعدين جبت بليت ثانيه فوقها، والبليت قعدت على الثين بليت، بس ثين بدها تكون يعني بالمليمترات او اجزاء من المليمتر، مش منطقه كبيره من الزيت، يعني كاني حطيت بس طبقه رقيقه من الزيت وحطيت عليها البليت. هلا نشوف ايش بصير لما ببدا بدفش هاي البليت اللي فوق، ايش راح يصير معك من ناحيه عمليه؟ راح يصير في حركه، بس راح يصير في عندي مقاومه. هلا لو ما في مقاومه وحطيت فورس، وفورس اجت على جسم، ايش راح تعمل بهاي الجسم؟ لو فيش مقاومه، فيش فريكشن وفيش اي شيء، اذا فورس اثرت على جسم له ماس ام، شو بصير؟ اكسلريشن. والاكسلريشن هاي راح تضلها كونستنت مظبوط، ومساوي لقديش؟ للفورس على الكتله، مش هيك؟ اذا اي ضلت كونستنت شو راح يصير بالسرعه تبعت هاي؟ راح تضلها تزيد باستمرار مظبوط؟ لكن الواقع مش هيك بصير، شو بصير معنا هون؟ انا حاطط فورس كونستنت، حطيت الفورس الكونستنت وبديت ادفش فيها هاي البليت، راح الاقي انه في مقاومه، لكن اللي بلاحظه انه هاي المقاومه بتزيد مع ايش؟ مع السرعه. فعند لحظه معينه ايش بلاقي؟ بلاقي انه الفورس اللي انا حاططها على هاي البليت لما وصل لنا سرعه معينه استقرينا عند هاي السرعه. كيف ممكن استقر عند هاي السرعه؟ لازم يتكون فورس معاكسه بتشتغل على هاي البليت معاكسه لاتجاه الحركه. بنحطها بالازرق اذا بدكم، هاي الفورس الخارجيه اكسترنال، خلينا نسميها فورس اكسترنال، احنا اثرنا على البليت بفورس اكسترنال. At certain speed v، وصلنا سرعة معينة v، راح الاقي انه في عندي هون f friction، واتجاه الاف والفريكشن باي ديفينيشن ايش بيعمل دائما؟ عكس اتجاه الحركة، بس هذا الاف فريكشن بتكون at v speed v فإت سيتلز. فالواقع اللي بصير ما بضل هذا يتسارع، انا حطيت فورس وجدت انه عند سرعة معينة في فورس بتقاومني، والفورسز هذول الاثنين لما تساووا صار التسارع تبع القطعه هاي زيرو. معنى انه التسارع زيرو مش معناها انه السرعه صارت زيرو، على ايش ظلت السرعه؟ ظلت على اخر سرعه وصلت لسرعه معينه، فهلا السرعه زادت، بعدين وجدت عند نقطه معينه خلص في فورس عمالها بتقاومني، الفورس هاي مستنتج من هيك انه الفيسكس فريكشن بتناسب مع السرعه وفي كونستنت معين. اوكي؟ في كونستنت او بروبورشناليتي، هاي اول شيء مستنتجه من هون.
هلا كمان راح تلاحظ راح يلاحظ شغله مختلفه تماما، كمان شغله اضافي. كل ما قلت الفيسكوسيتي تبعت هذا الليكويد، شو نتوقع السرعه اللي بنستقر عندها راح تكون اعلى. اوكي، اذا راح الاقي انه كل ما كانت الفيسكوسيتي تبعت هذا الليكويد اكبر اقل عفوا، كل ما كانت الفيسكوسيتي اقل راح استقر عند سرعه اكبر، لانه الفورس هاي بده سرعه اكثر حتى يوصل الفيسكوس فريكشن اللي موجود هون. هاي نقطه. النقطه الثانيه راح لاحظ كمان انه كل ما كانت الترتب، شو تتوقعوا لما تزيد الثيكنس تبعت البليت بصير اسرع اسهل اني اوصل سرعه اعلى ولا لا؟ لا اسهل، مش هيك؟ اسهل لاني انا ابعد عن هاي المنطقتين، يعني هاي منطقه ستيشنري وهاي منطقه، لما يكونوا هذول الاثنين قريبين على بعض صعب اني اوصل سرعه عاليه. كل ما عملت هذا ثيك اكثر، لاحظوا هاي بصيروا على فكره كانهم لامينيشن عمالهم بيعملوا فلو، راح الاقي قديش رح تكون على فكره السرعه عند النقطه هاي تحت، سرعه الليكويد عند النقطه هاي زيرو. السرعه هون لو حطينا راح نحط على فكره هيك، هذا راح اسميه الاكس اكسس وهذا راح اسميه في از ا فانكشن اوف اكس. شو يعني الاكس اكسس؟ انا حطيت اكس اكسس هون ها، والفاريبل اللي بدي اعمل له بلوتنج ايش هو؟ في از ا فانكشن اوف ايش؟ مش از ا فانكشن اوف تايم، از ا فانكشن اوف اكس. فكاني عمالي بقول قديش السرعه هون، قديش السرعه هون، قديش السرعه هون، لحد ما اوصل السرعه عند النقطه هاي. وين بنتوقع اعلى سرعه راح تكون؟ هون بالسائل ليكويد، الليكويد راح يمشي مع البليت اللي فوق بنفس سرعتها، هم متجاورين لبعض، فكاني لما بدفش هاي البليت اللي موجوده هون بتسحب معها الليكويد اللي مجاور الها بنفس سرعتها، فراح تكون اعلى سرعه للليكويد وين؟ هون. طيب الليكويد اللي موجود هون، الاويل اللي موجود تحت مجاور لمين؟ الستيشنري بليت. اذا قديش سرعته راح تكون؟ اذا راح نجيب هلا هذا، نمد الخط هذا موجود هون، راح امد خط هذا موجود هون، وراح اقول السرعه هون راح تكون زيرو، والسرعه هون راح تكون في ماكس، وفي ماكس تساوي هاي السرعة اللي وصلناها اللي هي سرعة البليت، في ماكس تساوي في بليت موفينج بليت مش ستيشنري بليت، والسرعة هون في راح تساوي 0 متر بير سكند، وبينهم راح يكون فبصير هذا الليكويد في داخله كأنه على فكرة صفائح. صفيحة هون قديش سرعتها؟ زيرو. والصفيحة اللي فوقها أعلى شوي، والصفيحة اللي فوقها أعلى شوي، والصفيحة اللي فوقها أعلى شوي، وهدول عمالهم بيمشوا بالنسبة لبعض. كل ما كانت لزوجته أكثر، شو بيمنع هدول الصفائح المتجاورة؟ بيمنعهم إن تكون سرعتهم مختلفة كثير. أوكي ماشي واضح؟ هدول كأنهم لامينار فلو رح يصير هون، صفيحة وفوقها صفيحة ثانية عم تسحل عليها بسرعة أعلى شوي، وفوقها كمان صفيحة عم تسحل عليها سرعة أعلى شوي، بس النسبة بين كل صفيحة وصفيحة الفرق بسرعاتهم كونستنت. أوكي ماشي؟ هون هذه هاي مهمة، لأنه عمالي بقول إنه لو أنا زدت الثيكنس من هون بقدر أوصل سرعة أعلى، مضبوط؟ لو زدت، كل ما زدت الثيكنس كل ما قللت الثيكنس، فما بقدر أقيس الفيسكوسيتي إلا لأعرف الثيكنس تبعت الفيلم، لازم أعرف السرعة اللي موجودة هون، لازم أعرف الفيسكوسيتي، ولازم أعرف كمان الاريا اللي موجوده هون. هلا بنشوف ليش الاريا مهمه. ها